الو، اتفضل. الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وليد، بالنسبة لحوارك والحديث اللي انت جاي تتحدث فيه عنه، عن مظلومية فاطمة الزهراء، هو موصاكم بها النبي صلى الله عليه واله مرتين. الايه؟ معلش يا ميسم كده، قول. انه النبي صلى الله عليه واله موصاكم بها، ليش كنت الأمانة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله أوصاكم بفاطمة الزهراء صلوات ربي عليها، وقال: فاطمة بضعة مني، وهي قلب بين الله، يؤذيني من يؤذيها. أيوه ماشي، مفيش مشكلة. أنا بص، الحديث موجود في كتب أهل السنة والجماعة، ولله الحمد لله، خلاص؟ ولكن يعني أصل معلش، واحدة واحدة. أصل الرواية إيه؟ أصل الرواية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنتم عندكم هذا صحيح الحديث في كتبكم قبل في كتبنا، يعني ليش يعني؟ طيب أنا إحنا كلمنا الضعف، يعني أنت سمعتني اتكلمت في ضعف الحديث ولا قلت حديث ضعيف؟ أنت سمعتني وقلت الكلام ده؟ يعني الهجوم على دار الزهراء صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، أنت دلوقتي بتتكلم عن الهجوم ولا بتتكلم عن غضب فاطمة؟ نعم، أنا جاي أتكلم، جاي أربط لك الحديث بما حدث في بيت فاطمة. ميسم، نعم. أنت اسمك نعم. إيه؟ ميسم. طيب، شكرا ليك يا ميسم. ممكن ليش تسمعني؟ ليش الشيخ وليد اسمع؟ أنا بحبك عشان أنت مؤدب بس. بص يا ميسم، لازم تفرق ما بين حاجتين. ما بين الضرب كضرب، قصة الضرب كلها دي أصلا ما فيش حديث عندكم صحيح بيقولها. وقصة الغضب، قصة الغضب دي أصل الحديث في علي بن أبي طالب عندما أراد خطبة بنت أبي جهل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام. يعني قالوا في مين؟ قالوا في علي وليس أبي بكر الصديق. خلاص، قصة بقى الضرب دي قصة تانية خالص، ملاش علاقة دي خالص. دي في نص حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي قصة أن علي بن أبي طالب أراد خطبة بنت أبي جهل، دي في نص حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الضرب ديت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما تدخلش الأمور في بعضها، الله يبارك في عمرك. يعني ما تدخلش الطرف الأحمر في الطرف الأبيض، يعملوا قفلة. لا، أنا ما جاي أدخل شيخنا، أنت جاي تدخل، صدقني بالله. زين تسمعني هسه؟ تريد تسمعني زين؟ شهاتي؟ علي صوتك يا عم واتكلم زي ما أنت عايز، بس ما تدخلش السلوك في بعضها. تمام. هسه أنت إيش دخلك بروايات الشيعة؟ إحنا مو مجوس تسمونا وكفرة. ليش تبحث برواياتنا؟ يعني الرواية هاي صحيحة، وانت اذا تريد طلعها موجودة بالبخاري. شنو رأيك بهذا الكلام؟ موجودة هاي الرواية بالبخاري يا شيخنا. يا ميسم، انت مولود في العراق ولا مولود في ايران؟ بجد بكلمك بجد، مولود في العراق ولا في ايران؟ العراق. في العراق انا مولود. مولود في العراق، الحمد لله رب العالمين. يعني لو انت بقى مولود في ايران دي حاجة تانية. ومع ان عندنا اخوه ايرانيين ما شاء الله تبارك الله من اهل السنه والجماعه، بيسمعوا كويس وبيفهموا كويس، لكن انتوا ليه ما بتسمعوش كويس تفهموا كويس؟ انا بقول لك ان اصل روايه الغضب في علي بن ابي طالب لما اراد ان يخطب بنت ابي جهل، ففاطمه رضي الله عنها وارضاها سحبت عيالها الاثنين الحسن والحسين رضي الله عنه وارضاها وارضاهم، وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى علي بن ابي طالب ولقى نايم في المسجد، ولذلك علي بن ابي طالب سمي ابا تراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمه بضعه مني يغضبها ما اغضبني. اذا القصه كلها في علي بن ابي طالب وليست في ابي بكر الصديق. هذه خاطئه، هذه الروايه خاطئه، ليست في علي بن ابي طالب شيخنا. يا سيدي انت هي في كتبنا، احنا في الكتب بتاعتنا في علي بن ابي طالب. طالما بتستشهد بالكتب بتاعتنا احنا، يبقى لازم تقول هي في كتبك يا وليد ياسمعين في علي بن ابي طالب. لا شيخنا نهائيا، لان هذه الروايه وقعت على من هجم على بيت الزهراء. ارجوك حبيبي، انا بحبك، بلاش نزعل مع بعض. بس بحبك، بلاش نزعل مع بعض، عشان انت كلامك هيزعلني منك بصراحه.
شيخنا انت المفروض تدقق اكثر وتبحث يا سيدي. ده انا مدقق ومدقق ومدقق. لما روايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن ابي طالب، تاخذها انت تحطها في ابو بكر الصديق في اخر حياته. شيخنا ترى بالاسلام هو اكو ناس وايد ملتزمه بكلام النبي صلى الله عليه واله، من امثال هذول شيخنا. من ربك يصير هذا الكلام؟ يعني النبي لما ميسم ميسم ميسم، تعال انا وانت نعمل حاجه حلوه احلى من كده والله العظيم. حافظ الفاتحه ميسم؟ ليش ما حافظها؟ يعني كواحد ما حافظ الفاتحه؟ حافظ الفاتحه بصوره صحيحه؟ اي نعم ليش لا؟ طب يلا سمعها لي كده وريني يلا. بس شيخ ما ايش دخل هذا الكلام؟ والله بكلمك يا عم، والله انفع لي وليك، والله والله العظيم اعلمك حاجه انفع، بلا ضرب بلا طحن بلا كلام فاضي. شيخنا بس المهم انت ما تريد تجاوبني. والله العظيم انا قلت يا عم كل شويه نسمع القصص والحكايات وخلاص، اصلا ما فيش وقت خلاص يعني، فاضل حاجات بسيطه عليه في البرنامج. يلا سمعني الفاتحه بالله عليك، اللي هي سوره الحمد عندك. اقول لك شيخنا، خليني اقول لك شغله اخيره قبل تختم، يعني قبل اتمنى من شيخنا انه ايضا تشون اشياء يقولون كفره ومحرفين القران، هذه هي اكاذيب رجاء شيخنا. احنا اصل السنه، احنا من سمع كلام محمد صلى الله عليه واله ونفذناه، بحيث انه طب يلا، طب نعمل اختبار عملي، نعمل اختبار عملي نشوفك حافظ ولا مش حافظ. يلا اقرا سوره الحمد. يلا يا اخي اسمح لي، انا ادري انك تريد تغير الموضوع، بس انا اكمل كلامي. اذا والله ما بغير الموضوع، والله انا زهقت، انت حيت يعني، انا صوتي النهارده اتنبح والله. ربنا يسلمك. بس والله فاضل خلاص دقيقتين وحاقفل اصلا البرنامج. يلا سمع لنا صوت الحمد. يلا اعطينا هاي الدقيقتين اعطي بيها كلام حلو اذا تسمح لي يا عم. والله في احلى من القران، سمع لنا الفاتحه. يلا اسمح لي بس انا اقول لك، يعني الرسول يعني بيش وصانا، يعني وصانا بآل بيته يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيتوفى وستظل عائشة وحدها وحفصة وحدها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله عنه وأرضاها وعيال النبي صلى الله عليه وسلم، عيال فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإيه المشكلة أنه هو يوصينا يعني؟ يعني إيه المشكلة يعني؟ وصانا أيضا بآل بيته ومن نتبع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وجد في شخص يرعى الأمة وهو علي بن أبي طالب. يا شيخنا طب ماشي بص كيف رعى الأمة علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا سلمها المرتد. نعم يلا سلمها المرتد اهو، يعني كيف رعى الأمة علي بن أبي طالب؟ كيف رعى الأمة؟ حافظ على الأمة كيف؟ سلمها الواحد مرتد. نعم. يجي لك واحد نصيب يقول لك انا كرهت علي بن ابي طالب. يا عم كرهت علي بن ابي طالب ايه؟ لانه سلمها المرتد، هتقدر تقول له ايه؟ هذول المرتدين كانوا عندهم يعني سلطه اكثر. يا عم مرتدين ايه يا عم مرتدين؟ هو انتوا بتشربوا حشيش؟ انت بتكبسل يا ميسم، بس شكلك مش بتكبسل. لا ما حاشا لله. زين طيب الحمد لله رب العالمين. ما هو اصلا ما يقولش الكلام اللي انت بتقوله ده الا مكبسل. انت تعرف يعني ايه 120 الف صحابي ارتدوا؟ عارف يعني 120 الف صحابي ارتدوا؟ شيخنا لا تسمح لي، ترى لا تسمح لي قبل لا تقفل، احب اتكلم كلام جميل يعني اسمعك اياه شيخنا اذا تسمح لي. يقول: يا من تسالني عن حقيقه مذهبي، صدقا سؤالك قد اثار تعجب، اذ كيف يخفى عليك امر ظاهر كشعاع الشمس ان لم تحجبه للكرار خير خلق الله من بعد النبي، انا علوي الهوى وجعفري مذهبي. شيخنا رسول الله صلى الله عليه واله وصانا في ال بيته الطيبين الطاهرين. طب جميل قوي، معلش ما انا برضه سالتك سؤال، ماذا صنع علي بن ابي طالب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلمها المرتد. سلمها المرتد. سلمها المرتد مره، اسمعني بقى اسمعني بس، سلمها المرتد مره، وسلمها المرتد تاني، وسلمها المرتد ثالث، والمرتدين ضربوا مراته، قام جاي مجوز بنته المرتد. شيخنا اول وسمى شيء سمى عياله باسم المرتدين، واتجوز مرات المرتد، وربى عيال المرتد. دي ما بقتش هجمه مرتده، دي ما بقتش هجمه مرتده. ده واحد اتضرب 30 قفا على سهوه.
شيخنا اسمح لي، الله يخليك. انت ابحث رجاء، اتمنى انه يا عم ابحث في ايه؟ انت بتتكلم في حاجات غير منطقيه والله العظيم. انا لو اقعد وسط ناس كده واقول لهم يا جماعه واحد اغتصبت منه الخلافه اول مره، قام جاي مسلمها للتانيه، مختصب منه الخلافه مره تانيه، سلمها للمرتد الثالث، قام مختصبه منه ثالث مره، قام جاي مجوز بنته للمرتد، 120 الف صحابي ارتدوا مره واحده، اصل اغتصب بنته. طب انا عايز اسالك سؤال، اسالك سؤال، عندكم ان علي، ان ام عمر بن الخطاب قيل فيه على ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب ان هذا فرج غصبناه، فرج غصبناه، فرج غصبناه، يعني علي بن، يعني عمر اغتصب فرج من؟ ام كلثوم، يعني جوز بالعافيه. انا نفسي افهم اسمعني بس، اسمعني، نفسي افهم لما كانت البنت بتصوت لانها بتغتصب، ما واحدة مغتصبة مش هتصوت؟ لما كانت، اسمعني بس، أم كلثوم لما كانت مع عمر بن الخطاب وهي بتغتصب من عمر بن الخطاب، كان علي بن أبي طالب عندكم جالس فين؟ استغفر الله. يا شيخ أنت وين جاي تحكي؟ يعني هذا الكلام بالعقل يقبله بشرفك؟ يا عم عقلي إيه؟ يا عم أنت بتتكلم بعقل عشان أكلمك بعقل، ما أنا أهو، مش أنتوا اللي قلتوا هذا فرج غصبناه؟ ما معنى هذا فرج غصبناه؟ قلت على أم كلثوم أن هذا فرج غصبناه، إذا عمر بن الخطاب اغتصب هذه المرأة، فعندما كان يغتصب عمر بن الخطاب هذه المرأة أين كان يجلس عليه؟ شيخنا أنت صدق يعني هذا حكيك، أنت منطقي؟ أنت جاي تتحدث فيه رجاء يعني؟ يا عم والله ده كلام كنت، مش كلامي أنا، هذا تزوير على الشيعة رجاء، ده كلام كنت مش كلامي أنا والله. اكتب كده في الكافي، اكتب كده في جوجل هذا فرج غصبناه، اكتب الكلمتين دول، هذا فرج غصبناه. هاي يعني هاي اول مره اسمعها منك. طب انت بتحب العقل؟ طب انت بتحب العقل؟ زين شيخنا بس انا اوضح لك هسه، احنا اوضح لك انت توضح ايه بس يا ميس، ربنا يهديك يا ميس. اسمح لي شيخنا، فان الرسول، ان الرسول من بعد وفاته يعني من ما كمل الدين وثبت علي بن ابي طالب، هاي الامه افتتنت من خلال هؤلاء الصحابه المنافقين. هو النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين؟ متاكد؟ نعم، من بعد يعني ما كمل الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني بس، النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد كمال الدين، صح؟ نعم. طيب الرسول عدم تولية علي بن أبي طالب، انتقاص للدين، عدم ولاية علي بن أبي طالب انتقاص للدين، أم ظل الدين كما هو؟ لا، تغير الدين، تغير، لم يظل كما هو. تعرف ليش؟ لأن هذول الصحابة من غيروا إيه؟ يعني أنا نفسي أفهم شوية، المرتدين دول غيروا إيه؟ غيروا كارثة، غيروا الدين وقاموا كيفهم يفتون. غيروا إيه يعني؟ غيروا إيه؟ يعني مثلا في الصلاة، عندما تقرأ سورة الفاتحة وتقول آمين، وينكو آمين؟ ما فيش حاجة اسمها آمين، ولو جبت لك كلمة آمين من الكتب بتاعتكم بسم الله الرحمن الرحيم كمان يلا. لا لا، هذه وينكو هيك يعني، وينكو هيك في الصلاة؟ طب بالله عليك اقرأ، طب بالله عليك اقرأ لنا الفاتحة كده من غير آمين. شيخنا اسمح لي يلا ميسم، خلاص والله الوقت خلص كده ميسم، كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده بس عقلي مش جايبني. اسمح لي بس انا اختم والله كلامي. والله الوقت خلاص، احنا خلاص دخلنا ساعتين و12 دقيقة. اخر كلمة، اخر ختام، اذا تسمح لي شيخنا. يقول تجعفرت بسم الله والله اكبر، وايقنت ان الله يعفو ويغفر، كذب الزاعمون ان عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدل ومحى الإله عن سيئاتي، فبشر اليوم محب عليا فبشر اليوم محب عليا وتولوا حيدارة حتى الممات، وتولوا من بعده بنيه واحدا بعد واحد بصفاتي. هذا هو علي بن أبي طالب، أسد الله وأسد رسوله. هو فين بقى الأسد؟ معلش بقى، يعني فين الأسد يعني؟ فين الأسد لما مراته تضربه؟ معلش، فين الأسد يعني؟ لما مراته تتضرب قدامه بيتغلغل بالسلاسل، في بقى فين الاسد؟ اسد ايه يا عم؟ هذا الاسد عندنا، اسد عندنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اسد، لكن عندكم مش اسد،
اديني اماره انه اسد، لما واحد كل شويه يعني زي ما انتم بتقولوا كده تغتصب منه خلافه مره واثنين وثلاثه ومراته تتضرب وابنه يسقط وبنته تغتصب والدنيا كلها بايظه عنده، يبقى فين بقى فين معلش فين بقى الكرار وفين فين فين الكلام ده؟ عندنا عندنا صدق. طب انت بص دلوقتي قلت كام بيت شعر، يعني خليتك تقول شعر مرتين، ربنا يخليك، بالريقي بقى بالفتح يلا عشان نختم بيها. ليش؟ يلا اقرا الفتحه بقى، ما مش معقوله تكون حافظ الاشعار ومش حافظ الفتحه. ليش انا حافظ الفتحه؟ ليش ما قراها؟ طب يلا اقراها يلا اتفضل. شيخنا هسه تسمح لي بالكلام، تسمح لي انا اعرف الفتحه. يا عم اقرا الفتحه خلص بقى، اقرا الفتحه ما تخلينيش ازعل منك يا ميسان بقى. الناس بتتحداني ويقول لك مش هيقرا، لا مش هيقرا مش حافظها. اكد لهم انه انت حافظها. الحمد لله انا اصلي واعرف اقرا. ليش يا عم اقرا الفتحه اتفضل كانك بتقرا شعر. يا اخي بس بدك نكمل الكلام يبقى لا مش هتكمل خلاص، يا تقرا الفاتحه مش هتكمل، تختار ايه؟ يلا شيخنا مع السلامه. شكرا. انا برضه ما قراش الفاتحه، يعني قرا الاشعار وما قراش الفاتحه، يبقى انت مش حافظها. ميسان بقى اعذرنا ميسان بقى انت مش حافظها. لا ان شاء الله صلي. لا مش حافظها صح، ممكن تكون حافظها بس مش حافظها صح. لا شيخنا اعرف اعرف بس اعرف التوب. ميسان ميسان انا عايز اسالك سؤال، استحلفك بالله استحلفك بالله سؤال اخوي. اخر مره صليت امتى؟ والله يوميا اصلي الحمد لله والشكر. الحمد لله انت راجل محترم يا ميسان. ماشي يا ميسان الله ربنا يخليك. تسلم. ربنا يهديكم ان شاء الله. اللهم امين. ربنا يهدينا ويهديك الى ما يحبه الله عز وجل وارضاه. شكرا لك يا ميسان. مع السلامه.